حتى الأسبوع الجاي إن شاء الله نصير صدقيناس تشرح لكم التجربة الثانية. اليوم حشرح جزئين، الجزء الأول إنه شلون راح نحسب اليلد للمركب اللي حضرناه اللي هو الدايبنزايل أسيتون، والجزء الثاني إنه شلون حنسوي التنقية. اللي هذا الأسبوع إن شاء الله راح تسوون هاي الشغلتين، وطبعا حيكون عندنا الداتا شيت هالأسبوع تسلموها. فأول شيء راح أحكي على شلون نسوي حسابات. مثل ما تشوفون عندنا بهذا السلايد إنه شلون نحسب اليرد اللي هو المنتوج. اول شيء احنا اصلا ليش دا نسوي هذا المنتوج، يعني احنا ليش دا نحسبه؟ لان هاي بالصناعه هذا الشيء فيه انه اني استعمل هاي الطريقه اشوفها حتفيدني تنطي ناتج عالي، لان احنا دا نستهلك مواد، دا نستهلك وقت، دا نستهلك ظروف، فلازم اشوف هذه الطريقه اللي حستعملها انه تنطيني منتوج عالي من البرودكت. زين، اول ما نجي احنا نشوف المواد الداخله بالتفاعل اسجلها. يعني مثلا هسه احنا تجربتنا كانت عباره عن تفاعل اسيتون ويا بنزالديهايد، هذني اعتبرها الستارتنج كومباوند. زين، الاي او اتش والايثانول والووتر اللي دخلت بالتفاعل هذني اعتبرهن كاتاليست وسولفنت، يعني ما تدخل بالحسابات، فقط الاسيتون والبنزالديهايد، والناتج البرودكت اللي هو الدايبنزال اسيتون. فدائما من تحسبون اليلد اسجل شنو الستارتنج كومباوند سهم البرودكت. تيجي وراها الخطوه اللي بعدها، عندنا هنا الاسيتون، لو تشوفون قدامه ماكو رقم معناته استخدمنا 1 مول من الاسيتون، والبنزالديهايد استعملنا 2 مول، انطال الناتج 1 مول من الدايبنزال الاسيتون. ليش هنا انا دا اركز على هذين المولات؟ لانه بما انه هذين المولات ما متكافئه، يعني واحد من عندهم كان 1 مول، الثاني 2 مول، وانطى الناتج 1 مول، فمعناته وحده من هذه المركبات اللي هي اما الاسيتون او البنزالديهايد راح تدخل بالحسابات، والبرودكت اكيد راح يدخل بالحسابات. زين، إذا المولات اثنيناتهم متساوية، يعني 1 مول مثلا استعملنا أسيتون وواحد مول من البنزالديهايد وانطانا 1 مول من الدايبنزال أسيتون، بهالحالة أي وحدة من عندهن حختار ما يأثر، يعني استعمل الأسيتون كأحسب اليلد أو استعمل البنزالديهايد بالحسابات، اثنيناتهم المفروض تنطينا نفس اليلد. اثنيناتها نفس اليوم، بس بما انه هنا المولات ما متساويه فلازم احدد منو من عندن هستخدم. زين، دائما نشوف البرودكت بما انه 1 مول، فاذا لازم الستارتنج اللي اختاره ايضا يكون 1 مول، فبهالحاله هستعمل الاسيتون هو الستارتنج كومباوند، والبرودكت اللي هو الدايبنزال الاسيتون. فالاسيتون بهيجي حالة يسموه limiting reagent، والبنزالديهايد excess reagent. بمعنى من نحط الستارتنج كومباوند ونحطه بالمقابل البرودكت، اشوف هذه الستارتنج كومباوند لازم المولات انه اللي حستعملها هذه الستارتنج يا مولاتها تكون مساوية الى مولات الدايبنزال الاسيتون، أباوع الأسيتون، أباوع البنزالديهايد، أباوع الدايبنزال أسيتون، نشوف مولات الأسيتون مشابهة لمولات الدايبنزال أسيتون، فهو معناته الليميتنج ريجنت، بينما البنزالديهايد لأنه استعملنا إكسس من عنده، فمعناته 2 مول، فما استعمله بالتفاعل. ليش؟ لأنه إحنا البرودكت 1 مول، فهذا زايد عندنا من البنزالديهايد بالتفاعل، فمو معناته كل البنزالديهايد راح تفاعل وانطانا الدايبنزايل أسيتون. حتى شوية تصير أوضح الفكرة لكم، تشوفون هذا السلايد إنه دي يعرف شنو الليميتنج ريجنت والإكسس ريجنت، هاي فقط معلومة لكم ما مطلوبة. هنا أنا مثلا حتى نشبه، عندنا هذا الكربون مكتوب 5 ذرات كربون،
هذا اعتبره شنو؟ الليميتنج. وعشرة جزيئات من الأكسجين، يعني اكسس، انه لو نشوف هنا عشرة هنا خمسة، حتى ينطينا هذا البرودكت اللي هو كربون دايوكسيد. كربون دايوكسيد يعني سي او 2. هنا هذا السي او 2 لو نشوف كل خمس ذرات كربون راح ترتبط بخمس جزيئات من الاكسجين حتى تنطينا خمس جزيئات من السي او 2، يعني كانما 5 مول ب 5 مول انطانا هذا، يعني 1 مول ب 1 مول انطانا 1 مول. ايش بقى من جزيئات الاكسجين؟ 5، فهذه تعتبر اكسس. فبهالحاله معناته مو كل الاكسجين تفاعل ويا الكربون، فهنا حيكون الاكسجين مولكيول هي الاكسس ريجنت، والكربون اتوم هي الليميتنج ريجنت. وانطانا للبرودكت زائد الناتج الاكسس من الريجنت اللي ما دخل بالتفاعل. فلو نرجع على معادلتنا هذه هنشوف نفس الحالة، البنزالديهايد هو الاكسس، وعندنا الاسيتون اللي هو الليميتنج، انطاني الدايبنزال اسيتون اللي هو البرودكت زائدا البنزالديهايد الاكسس اللي هو ما متفاعل بالتفاعل. فحتى نبسط بعد اكثر، اول شيء من نريد نحسب اليلد نكتب المعادله، نحط المولات اللي هي داخله منه الاكسس ومنه لا مو اكسس، اسجل ستارتنج كومباوند وانطي سهم البرودكت. اذا المولات اللي قبل الماده المولات كانت متساويه وانطت نفس المولات من البرودكت، فاي وحده من هذه المكونات استعملها ما حيأثر، اما اخذ الاسيتون او اخذ البنزالديهايد هو الستارتنج كومباوند، والبرودكت اللي هو دايبنزال اسيتون. بينما اذا كانت عندنا لا وحده من المواد زياده من عندها والماده الاخرى لا مولاتها مساويه لمولات البرودكت، فهذه الستارتنج كومباوند اللي تكون مولاتها مساويه للبرودكت هي اللي استعملها بالحسابات. هذه اول خطوه. نجي هسه اريد احسب اليلد، حددت المكون انه انا حستعمل الاسيتون وحستعمل البرودكت بالحسابات. بنجي نحسب اليلد، هذه هي المعادله الاساسيه، انه البرسنتج مال اليلد يعني النسبه المئويه للمنتوج تساوينا الاكتوال يلد اللي هو الناتج العمل، يعني احنا من خلصنا التجربة رحنا وزننا الناتج اللي تكون عندنا، هذا هو الاكتوال اللي هو من العمل، على الثيوريتيكال يلد اللي هو النظري اللي هو المفروض احنا اللي حضرناه يطلع وزنه مثل هذا الوزن النظري في 100 حتى تطلع عندنا النسبة المئوية. اوكي زين، فالاكتوال هذا حيكون من شغلنا. نجي شلون نحسب الثيوريتيكال؟ نجي احنا حددنا قلنا الاسيتون هو اللي حيكون الستارتنج، حطينا سهم ويا من ويا البرودكت. شلون احسب؟ دائما خذوها قاعده انه اسجل الويت المن للستارتنج ايش قد استخدمناه، والويت للبرودكت دائما يكون مجهول، لان انا اريد اعرف ايش قد المفروض الناتج النظري اللي يطلع عندنا. وناخذ العلاقه الثانيه اللي هي المولكولار ويت الوزن الجزيئي، المن للاسيتون نسجله ويكون طبعا معلوم، ويا الوزن الجزيئي المن للبرودكت. فحصير حاصل ضرب بهذا الوسطين راح يطلع عندنا وزن البرودكت اللي هو يكون النظري اللي اجي اعوض بهذه المعادله. احنا هذا محسوب حسبناه من خلال الميزان وزننا الماده، الثيوريتيكال حسبناه من خلال هذه العلاقه، اضربه في 100 المفروض يطلع نسبه المنتوج مثلا 50% 60% 70 او ممكن اقل من 50. كل ما كان نسبه قلنا المنتوج عاليه كل ما هذه يكون الطريقه افضل، يعني مثلا كل ما كان مثلا نسبة المنتوج طلعت لنا 70% هذا جود، إذا أقل مثلا 40% 30% هاي الطريقة تكون مو صحيحة ما تفيدنا، لأنه أستهلك مادة هواية والناتج يطلع لي قليل، فهذه ما تكون مفيدة
كصناعيه. ففي ولد ذكر دائما نحسبه بهذه الطريقه. زين لو تنتبهون احنا ايش كاتبين هنا؟ وزن ومولكولار ويت، معناته لازم انا اسجل وزن ولازم اسجل المولكولار ويت. طلاب اي سؤال عندكم اكتبوا لي اياه حتى ان شاء الله مثلا مو اخلص هذا الجزء اجاوب على الاسئله. زين احنا هنا مثلا لو عندنا هنا نجي ننتبه الماده الستارتنج هل هي سوليد او ليكويد؟ اذا ماده سوليد فمعناته هسه اكتب احنا ايش قد استخدمنا بالتجربه الويت، علشان حددت هذا الاغرام على اساس احنا ايش قد استخدمنا بالتجربه. مثلا احنا جينا بالتجربه استعملنا اسيتون، طبعا هو ليكويد بس حتى بعدين نجي الليكويد شلون تصير حساباته. اجي اشوف مثلا الماده اللي احنا استخدمناها بالستارتنج استعملنا 1 غرام، فاكتب هنا 1 غرام ومولكولار ويت اجي احسبه. نجي البرودكت مجهول والمولكولار ويت معلوم، ضربنا هذا في هذا قسمنا على المولكولار ويت هذا حيطلع لنا الوزن، هذا هو ثيوريتيكال. مثلا استعملنا الماده لا 0.5 جرام، نفس الحالة اكتب هنا 0.5 جرام ايش قد المولكيولر ويت، هذا المولكيولر ويت طلع هذا الوزن النظري. هاي في حالة اذا المادة سوليد. احنا تجربتنا كانت شنو المادة؟ ليكويد. فبهالحالة انا مستعملة ملات، احنا اذا تتذكرون استخدمنا اسيتون 1 مول، فما اجي اكتب هنا 1 مول، لازم احسب وزنه ايش قد وزن. شلون احسب الوزن؟ اذا احنا عندنا المادة ليكويد المفروض تعرفوها عن طريق هذا القانون اللي هو الكثافة. الكثافة شو تساوي لنا؟ الويت على الفوليوم. كثافة الأسيتون هذه 0.791، الويت مجهول احنا نريد نعرف ايش قد الويت، الفوليوم اللي هو 1 مول. فالكثافة في الفوليوم راح تطلع لنا وزن الأسيتون اللي هو المستخدمي احنا كان بالتجربة. اجي اسجله هنا، اسجل هذا الوزن واكمل بقيه الحسابات، راح اجي اعوضه بالقانون، اقسم العملي على النظري في 100 راح يطلع نسبه المنتوج. هذه كل ما يخص الحسابات. هنا انا سويت لكم للبنزالديهايد، انتم جربوا لو هذه طبقتوا القانون. احنا البنزالديهايد كان ليكويد، فبما انه هو ليكويد لازم اول مره اطلع الوزن عن طريق مين؟ هذا القانون. عندنا كثافه البنزالديهايد هذه 1.04، في قد فوليوم استعملنا بنزالديهايد 1.5 مر، اضرب الكثافه في الفوليوم طلع لي هذا الوزن المن للبنزالديهايد. ارجع على القانون الثيوريتيكال، اكتب هنا 2 بنزالديهايد، يعني هذا الوزن اللي هو طلع لنا 1 وشوية هذا للتو مول، المن للتو مول. في هذا مجهول، هذا احسب البنزالديهايد ايش قد المولكيولر ويت، وهذا المولكيولر ويت اضربه راح يطلع هذا الوزن للدايبنزايل اسيتون في حاله استعملنا ايش قد 2 مول. فهنا لازم هذا الغرام اقسمه على 2 حتى المولات تكون متكافئه، كانما استعملت 1 مول من البنزالديهايد ويا 1 مول من الدايبنزايل اسيتون. هذا المول الغرام اللي طلع لنا ورا ما قسمته على 2 هو اللي اجي اعوضه بالقانون. احنا عندنا العملي اقسمه على النظري في 100 راح يطلع لنا نسبه المنتوج، هذه في حاله اذا عندنا بنزالديهايد. فلازم الناتج المنتوج سواء استعملنا اسيتون او استعملنا بنزالديهايد تطلع نفس النسبه المئويه، بس بالبنزالديهايد لازم نقسم على 2 الوزن النظري لان احنا مستخدمين اكسس من عنده. فاني كما دا احسب 1 مول من البنزالديهايد هو اللي تفاعل والاكسس بقى كهذا اعتبره باي برودكت او امبيورتي. هذه شلون نحسب البيرسنت ييلد لأي ناتج عندنا نحضره بالمختبر، يعني أي تفاعل نشتغله هذه هي الشيء الأساسي، هذه هي المعادلة الأساسية لأي تجربة، أنه النسبة المئوية تساوي العملي على النظري في 100.
دائما من اريد اسوي الحساب النظري اخذ الستارتنج ويا البرودكت، الوزن ويا مولكولر ويت، حتى احسب ايش قد عندنا الجزء الوزن النظري للبرودكت عن طريق العلاقة الويت للستارتنج ويا المولكولر ويت الستارتنج والبرودكت. قبل هيك قلنا لازم نحدد اذا احنا عندنا اثنين ستارتنج كومباوند لازم اختار بس واحده من عندهم مو اثنيناتهم، وانتبه هذه الستارتنج هل هي مولاتها مكافئه للبرودكت او لا، حتى على اساس احدد يا ستارتنج كومباوند استخدمه. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث اللي انتبه عليه، هذا الستارتنج هل هو ليكويد اور سوليد؟ اذا صلت مباشره اكتب هذا الوزن اللي استخدمته بالتجربه ويا المولكولر ويت، وهذا المولكولر ويت للبرودكت واحسبه. اذا كان الستارتنج ليكويد لا، لازم اسوي هذا القانون انه احسب الويت من خلال الكثافه في الفوليوم. كثافه الستارتنج معلومه، الفوليوم احنا ايش قد استعملنا بالتجربه، راح يطلع لنا هذا الويت اللي هو اجي اسويه بالمعادله اللي قبل.